يعطيكم العافية، حياكم الله في قناة بيرد وينجز مزاد في اليوتيوب. قناتنا اليوم راح تكون مختصة بهواية تربية الطيور والحيوانات الأليفة والأسماك والزواحف ولقاءات مع خبراء تربيتها وإنتاجها في الكويت والخليج وخبراء السلوكيات والعلاجات والتغذية الخاصة بهذه الفئة من الهواية. نتمنى يحوز على رضاكم، وبإذن الله سيكون هناك تنوع وتجديد يومي بإذن الله. قواكم الله مشكورين. أخوكم أسامة العنزي صاحب محل بيرد وينجز، ومعايا عبد الله العنزي مساعدي واللي ماسك هذا الفحص. قواك الله يا عبد الله، مشكور. أنا أحب الحيوانات من صغري، يعني مو دولي، جميع الحيوانات، ماكو شيء معين. وكنت أمر السوق وأشتري فرس كوي، والكعك كان غالي حزتها، يعني 2010 2011 اشتري الكعك تقريبا 180 200 حطية كان يعني وفرخ. لكن كل ما اشتري كعك كوي وليت اسبوعين اسبوع هوب طاح ومات. اروح السوق مره ثانيه اشتري كعك كوي اسبوع 10 ايام مات. يا حاله هذه مبلغ يعني قط واحد فلوس. كنت رايح بالصدفة مع الربع الاثنين ويسجلون بالجامعة، فأنا كنت ناظر بالسيارة قلت طورت الشباب عشان يقولوا لي محمد اشتغل ومن رد الفندق أنا ما أخلص أنا من الجامعة وكمل. قلت لهم أوكي. أول شيء فكرت فيه سوق الحمام مالهم، فرحت سوق واقي بعدين ودشيت المحلات أحوس أحوس وأسأل طيور جيم هذا الجيم وهذا الجيم لين صادفني محل ابو احمد اذكره بالخير، هذه كانت البراءه في وياي. فبلشت وشريت منه طيور، يعني قلت انا بشتري منك طيور وبجيبهم لك الكويت وكذي. قال لي ما عندي مشكله والسعر كان جدا مناسب. وانا عندنا بالبيت سداب، فهم كانت مسويت يعني شيء مثل مخزن او صاله او تحط فيه اغراضهم. ثاني يوم ولا طال عمرك حاطط واصل. سوي محل مصغر داخل البيت. سوي محل. وكان وقتها في انت يا مزاد الكويت اللي بدكم ويب سايت. كنت اصور الطيور وحطيت اعلان. وبعد الاعلان العالم قام تدق نبي نشوف الطيور. وعلى قولكم الدم يجيب في السوق. من الناس اللي كانت تستورد من بعد رضاي. الله يرحمه ابو مصعب. الله يرحمه ابو مصعب. فقالوا لي من شوف طيورك ما شوف طيورك، فقلت لهم على البيت حياكم وبلش ابيع. اول دفعه شفت والله روح حلو، كان اقول ابي له محل. وكنت ادور على المحل، فلقيت محل الله يذكره بالخير بدر المطر. و كان عنده محل يم محل ابو مصعب صار اسفنج المغلي قبل. فقلت له بيجي ايش رايك انا اجيب لك الطيور ما اجيب لك الطيور؟ قال لي ما عندي مشكله. فاول دفعه كنت ابيع جمله حق انت يا بدر مصعب. وبعدها بدر قال لي انا بس بوقف شغل وهذا والمحل ببيعه، اذا تاخذه اعطيك اياه وترجع لي. لا ما عندي مشكله. جاي يقول لي خلاص انا ما دفعتك باقي الفلوس، اخذ المحل وحوله باسمك وشغل هذا. فمن يوم يعني طال عمرك بلشت الانطلاق بيرد وينجز. ليش محله هو كان اسمه أجنحة الطيور، واحنا خذيناه من أجنحة الطيور سميته بيرد وينجز على الاسم الانجليزي. وكنت ادور واقعد من الساعة 1 بالليل ل 6 الصبح على الكمبيوتر، وادش مواقع وادور يمين يسار، ابي ادور منتجين اشتري منه طيور. خالد مظفر وين؟ دوام واصل اكلم ناس للشغل، فرق التوقيت ما فرق التوقيت. وانا الانجليزي مو زود كنت، فتفضل لي كنت اجز لك ترجم وتقول لي شنو كان يصير. نحيي اخونا الممثل الجميل الرائع الراقي خالد مظفر على هذه المداخله، ويقول لك العريق محمد شتيل. الله يعطيك العافيه يا خالد، الله يجزاك الله خير.
زين كمل. هاي قصة عادي، هاي قصة، هاي قصة الفيديو. لا حد يطق لايكات، صوتك راح يا حمود، لازم نعيد. صوت راح يا محمد، علق الصوت راح. قصص قصص وايد. حي الله الجناحي، حي الله الجناحي هالقطر. له افضال كثير علينا فيصل، الله يعطيه العافيه. اول طيور قراها مني انا، كان داق علي يسميني العسل. يمكن فيصل ما زفت. اي نعم اي نعم، محمد شتيل اللي داش معانا لايف الحين شريكي في المحل، هو كان اساس تاسيس المحل وانا دخلت معاه شريك تالي. الله يرضى عليك، ما يحوشك غالي يا فيصل، الله يطول بعمرك حبيبي يا ابو تركي. وتبارك الله الحين صار لنا تقريبا 7 سنين في المحل او اكثر، يمكن يعني 5 سنين او 6 سنين في المحل الحالي، وسنتين 3 سنين في محلنا القديم عند اسفنج البغلي. فكانت سلسله من الملاحم للامانه، والتجارب والتعلم، وما في احد يتعلم ببلاش، وكل الطلاب بتعلمه. للامانه احنا تعلمنا بسعر غالي، ما تعلمنا ببلاش. يعني في ناس احنا عندنا بدول الخليج والكويت قاعدين نساعدها، ما نبي يصير فيهم مثل اللي صار فينا. يعني تعلمنا باغلى الاثمان، وخسرنا مبالغ باهظه، وكدنا ان نوقف عن العمل ونخسر راس مالنا اكثر من مره بسبب اما تجار لصوص او بضاعه سيئه. لكن الحمد لله الله وفق، ومعي شريك زلم دعمني، واستمرينا لين وصلنا للي وصلنا له، بتوفيق من الله طبعا في البدايه، وبتوفيق من زبايننا. هلا 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 براكان حبيبي براك، هلا سامي شلونك يا قلبي. بتوفيق من زبايننا ودعمهم واستمرارهم وثقتهم فينا، هذه اكبر داعم يا اخوان. الله يعطيكم العافيه وما قصرتم، قواكم الله، قواكم الله على الدعم وعلى الاستمرار معانا وثقتكم فينا، وان شاء الله دوم يكون قد الثقه باذن الله. ما نقدر نتعامل مع شخص واحد لانها مواسم انتاج. لما انا اشتغل مع جنوب افريقيا من شهر 11 الى شهر 3 ينتهي موسم الانتاج. باجي الشهر شو اسوي؟ اقلب المحل فلافل زنبوسه؟ ما ينفع، لازم اشتغل مع اوروبا يبلش انتاجهم بالصيف. لازم اشتغل مع اسيا، انتاجهم طول السنه بالطيور الصغيره ولكن مواسمهم مختلفه حسب فصيله الطير. فاذا ما اشتغل مع كل القارات ما اقدر اشتغل طول السنه. طيب احد عنده سؤال يا اخوان؟ اكبر غلطه او استيراد طيور شنو يا ابو عبد الله؟ والله اذكر مره، تذكر مع شحنه البحرين اخذناها من احد التجار، خذينا شحنة امازونات براس مالنا كله، وقتها كان راس مالنا يمكن ما يتعدى حتى 10,000 دينار. اخذنا ذبحة امازونات، وكان وقتها كان في احداث شغب ومشاكل في البحرين، ويقولون انه كان في يطلقون الغاز المسيل للدموع. فالشحنة الظاهر الشحنة حاشا اعصاب. يبدا الامازونات، بابيت قال لي روح المطار
جاب لهم وكلهم انا وافر اروح المحل، فكنا نقسم الوقت بيني وبينه حسب الدفعات اللي توصل. رحت المطار خلصت اجراءات ودشيت المحجر، ولا مزارات ولا مزارات، ليش اشوف المزارات تسوي كذا؟ كنت الظهر عز توهم صغار بس بس العز كذي ما شفت. قلت هذول الشباب اخذ المودي هو المحل، رنيت البيت نمت، قعدت الصبح كلمت ابو احمد قلت له ابو احمد المزارات علامه في شيء غريب، يعني كل شيء مثل فيه يعني ما يصبوا يوهم ويدقون رقبه. كان يقول لي محمد انا نسيت اقول لك، كان يقول لي قطه ومسيل دموع صابهم والمحجر صاب الموضوع هذا يعني، فنشروا فالظاهر حاشتهم مشاكل بالاعصاب، ما الاعصاب عطوا فيتامينات ما فيتامينات، اشتغلنا عليهم فيتامينات صرنا نفس حسين وعرف لما يطول جتين نفس بعض، لان انا ريق قاعد المحل اللي شفت 200 شيء ليش 200 يبغى مريض تبي تداوي عندها جفون يعني غزلك؟ مو ثابت يعني عندها جفون بس انها تشوف الرمشة، يمكن الواحد اذا ما يعرف سواء ما راح يشوف جفون. ايه ايه فانت تشوف الرمشة يعني يرمش. ايه اذا فيها رمشة يعني سحلية. ما اسمع. اذا فيها رمشة يعني سحلية مو حية. ايه مو حية. هو صدق الورد مو سام؟ تذبحها بسبب العلم الخاطئ سبحان الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب شو المشاكل اللي يواجهونها مربي الزواحف بالكويت؟ والله اعتقد ان مشاكلنا قريبة من مشاكلكم انتم كمربيكم. ايه. يعني عندك فقر مستلزمات عندنا. التدفئة دائما تكون اشياء مبتكرة يعني. الاكل اكبر مشكلة عندنا. الاكل جدا جدا يعني مسبب ازمة. ينقطع بين فترة وفترة ويرد فجأة بقوة وفجأة ينقطع، عرفت؟ فهذه يعني أبرز المشاكل لك. التدفئة ممكن يعني تدبرها بلمبة ولا تدبرها بشيء، الحوض بلاستيك ما راح تحتاج حوض، إذا الحي صغيرة ما راح تحتاج حوض أكبر من هذا، هذا مية ولا لا. طاسة ماء والأرضية ممكن تكون حتى كلينكس. يعني ما تحتاج ولا شيء غير التدفئة والأكل، اليوم ما صعب شغلتين. طيب. عندك انتقادات في الناس. طيب مو اعتقادات الناس بالضبط عندك هي. هل الحيه فعلا لما تشوفها من بعيد عن طريق الراس اذا مدبر او انه مثلث يبين انه سام ولا مو سام ولا ما له علاقه؟ شوف في فئه اللي يسمونها افعى، الافعى ترجمتها بالانجليزي فايبر. الفايبر هذه الفئه كل الفئه هذه سام، كل العائله سام، تتراوح السميه من ممكن يعني ياثر على البصر او يطيح غشيان لا سمح الله لين القتل. زين انواع الفايبر صاير راسه مثلث،
برفق مثلث الرقبة تصير صغيرة بعدين يرد الجسم حتين. هذه إذا شفتها معناته إن هذه سامة، بس مو معناته إن أي شيء عكس تري مو سامة. أوكي. يعني المثلث كله سام. المثلث كله سام، لكن اللي مو مثلث هم في منه سام وفي منه مو سام. اي بس المثلث يشترط انه يكون مثلث ورقبه ضعيفه، لان يمكن الناس يعني يختلط عليه عشان يعني مثلث، اي حيه راح يشوفه راح يشوفه مثلث، يعني راح تصير قوس صغير بعدين يكبر. احنا نتكلم عن هذا الشيء. نعم. لان رقبه تصير ضعيفه، لان يرد جسمتين. فهذا اللي احنا نتكلم عنه. هذا سام، نعم. في مشاكل مع الـ مع الـ اذا بغيتوا شيء من برا استيراد ما استيراد في مشاكل مشاكل في مشكلات ما في منتج بس هذه حسيتها اكبر ممنوع كل الانواع يعني كل انواع الحياه السحاب شوي شوي بلشوا يفتحون لنا الدرب بس هم الحين عندك الاجوانا مو ممنوعه بس عندك سحابه ثانيه ممنوعه مع ان الاجوانا اخطر من السحابه الثانيه يعني هذا الشيء ودي اوصله حق الناس انه الاجوانا مو سحليه انت تبلش فيها كمبتدئ مو لما تشوف الحمام